بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المسلمون، هذا هو الدرس 19 بعد 100 من شرح غاية المراد في الاعتقاد للعلامة نور الدين عبد الله بن حميد السالمي رحمة الله عليه، وما زلنا نشرح البيت الذي يذكر قواعد الكفر. كما قال الناظم: جهل حمية، كبر بعده حسد، قواعد الكفر فاحذر إنها العضلاء. وذكرنا الجهل وذكرنا كذلك الحمية، واليوم نذكر داء الكبر، أعاذنا الله تعالى وإياكم من هذه الأدواء. والكبر على كل حال هو المرض العضال، مرض القلب العضال. والكبر يكون ظاهرا ويكون باطنا، فالظاهر هي أعمال تصدر عن الجوارح وسلوكيات المتكبر حتى تعلو حركاته وسكناته وكلماته ويمشي في الأرض مرحا، كما قال الله سبحانه وتعالى محذرا عباده: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وأما الباطن أي الكبر الباطن، أن يرى نفسه فوق عباد الله تعالى ولو لم يصرح بذلك ولو لم يصرح بلسانه. والكبر كذلك هو عدم الرضا وعدم الانقياد للحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالأنفس تستيقن بآيات الله عز وجل التي بثها في الآفاق، ولكن الجحود والاستكبار هو الذي أدى بهم إلى أن يقعوا في هذا الجحود. وعلى كل حال، أنواع الكبر: التكبر في اللون، في الملبس، في العبادة، في المأكل، في المشرب. في اللون مثلا يقول: أنا أجمل من هذا، الله تعالى رزقه جمال ولكنه يفاخر بذلك اللون بذلك الجمال. أو كذلك يتكبر في المركب، عنده مركوب أحسن من الآخر أو غيرها. ويمكن أن يكون حتى الكبر يمكن أن يكون باللسان، كان يقول لفلان: أنا أكرم منك. والله سبحانه وتعالى بيّن أن التفاضل إنما يكون بتقوى الله عز وجل، لا بالأشكال والألوان والأموال، إنما يتفاضل الناس يتفاضلون بتقوى الله سبحانه وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتكبر بالمال والولد أيضا ذكره الله سبحانه وتعالى أنه مذموم، قال: أنا أكثر منك مالا وولدا، أنا أكثر منك مالا وولدا. فحذر الله تعالى هذا الذي كفر بنعمة ربه، وكانت العاقبة كما تعلمون، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. وهذا شأن فرعون المتكبر الذي قال: أنا ربكم الأعلى. ماذا قال لقومه؟ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فكانت النتيجة: فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين، فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ومن الكبر كذلك أيضا ذكر المعاصي والمجاهرة بها، يفتخر بشربه الخمر والزنا، هذا من أشد أنواع الكبر. وكذلك أيضا الله سبحانه وتعالى حذر من داء الكبر أيما تحذير، وبين أنه سيصرف آياته عن أولئك المتكبرين، فقال سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وقال سبحانه وتعالى محذرا كذلك، قال: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فالمتكبر يطبع الله تعالى على قلبه، فلا يفقه موعظة ولا يستفيد من آية. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يحب المستكبرين. فإذا كان الله تعالى لا يحب هذا الخلق، فكيف يكون الإنسان متكبرا؟ ألا يريد أن يحبه الله سبحانه أن يحبه الله سبحانه وتعالى؟ وكذلك أيضا من أشد أنواع الكبر الاستكبار على آيات الله عز وجل التي بثها في الآفاق، والتي تتوافق مع آيات الوحي، مع آيات القرآن الكريم، فإن ذلك الكبر من أشد أنواع الكبر، وهو الاستكبار على آيات الله سبحانه وتعالى، وتكون عاقبته وخيمة يوم القيامة. فالله تعالى يقول: ويوم يعرض الذين كفروا على النار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها
فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وكذلك الله سبحانه وتعالى بين أن الخسران بسبب هذا الاستكبار الاستكبار على الآيات في قوله عز وجل: فأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فإذا النتيجة هناك يوم القيامة عندما يرى أولئك المجرمون النتيجة أمام عيونهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فهناك حصل لهم اليقين إنا مستيقنين، ولكنهم لم يستيقنوا في الحياة الدنيا واستيقنوا بعد فوات الأوان، وكانت الخسارة والعياذ بالله تعالى عندما قالوا واعترفوا بأنفسهم وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وفي المقابل أولئك الذين استكبروا على آيات الله سبحانه وتعالى، هناك ممن خضع وانقاد وذل نفسه لآيات الله عز وجل، فقال سبحانه وتعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال سبحانه وتعالى عن الملائكة الذين هم عظام وأقوياء أشداء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إلا أنهم لا يستكبرون، فقال سبحانه وتعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ويقول سبحانه وتعالى: فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الطائعين الموقنين الخاضعين المتواضعين، وأن يجنبنا داء الكبر. والتواضع لا شك أنه من أفضل العبادات، ولعلنا نذكره في الدرس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.